من المعلومات. انا مبسوط من القعده دي، ودي قعده كنت بتمناها من زمان، اهي جت يعني مناسبتها. ربنا يخليك يا كابتن. تاني الاسبوع اللي الاسبوع اللي ما كانش عايز يخلص. ايوه، لان انت لا انا بتكلم ليه، احنا في انتقالات شتويه وفي لعيبه جت، لعيب الناس مستنيها الفيرود ده، وفي لعيبه لازم تطلع، وفي مش عارف مشاكل ايه، وفي تحديات إيه. احنا عمالين نمشي في وسط حقل الالغام، لكن الحمد لله الحمد لله حتى الان نقدر نقول تجاوزناه. الحمد لله الحمد لله. انت بتتجاوز باسلوب النادي الاهلي. اولا انت رئيس النادي الاهلي معاك اسلوبه هادي جدا جدا، وزي ما بقول كده كل واحد ليه ملف بيشتغل فيه، وكل واحد بيستنى التكليف. هو بيكلفك بحاجه معينه، بتقوم بدورك اللي انت منوط بيه بتعمله، وبيجي بعد كده حد تاني بيكمل. يعني انت مثلا لو حضرتك عايز نتكلم في موضوع كان كهرباء وانتقال كهرباء وتسجيل كهرباء في الاتحاد، واللجنه قالت فيه علينا مديونيات، او القصه دي كلها الكابتن كان مسافر بالسلامه، وصل بالسلامه، كلفنا، روحنا قعدنا مع وليد العطار المدير التنفيذي للجنه. انا فاكر لما جيت لك قلت لي لسه راجع الليله، وراجل محترم جدا، وفعلا احنا راجعنا الامور كلها مع المدير المالي عندنا، طلع ما فيش اي مديونيات بالفاول، الناس سجلت. ويمكن الطريف اللي جدا اللي كابتن احمد عبد الله عضو اللجنه اللي موجود هو اللي سلمني الكارنيه بنفسه بمنتهى الروح الرياضيه، وكله بيتمنى التوفيق. مثلا رئيس النادي بيكلمك ما تمشيش دلوقتي حالا، في حاجه هنعملها، خليك قاعد في النادي. فضلنا قاعدين في النادي لغايه 11، فوجئنا الامير توفيق طبعا، يعني يمكن ابن من ابنك يا كابتن عدلي وتلميذك وجاي، ومحدش يعرف هو جايب ايه ومين والقصه دي كلها، وعايزين نمضي العقد وفي سريه تامه خلصنا الموضوع، والحمد لله اعلنا عليه بالشكل الرسمي للنادي. عشان كده دايما احنا بنقول لجماهيرنا وبنقول لاعضائنا، يعني عشان الناس تخلي بالها موضوع عالي، دايما بنقول لاعضائنا وجماهيرنا يعني خلوا دايما المعلومه من المنبر الاعلامي الشرعي للنادي الاهلي، وهو قناه الاهلي والمركز الاعلامي، لان كلام كتير بيتقال، او المتحدث الرسمي او حضرتك يعني الرسمي للنادي الاهلي او مدير النادي، يعني هي دايما بتبقى قنوات شرعيه وكلها بتبقى تكلفات من. طب وبمناسبه اليو باجي، البطاقه وصلت؟ البطاقه وصلت، وكابتن سيد عبد الحفيظ يمكن صرح النهارده البطاقه وصلت، واحنا منتظرين ان شاء الله باذن الله. وزير وليد ازارو انتقل امبارح، واحنا برضو وقعنا العقود في سريه تامه ومخلصين الساعه 12 ونص بالليل انا وكابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق. يعني الامور هرجع اقول تاني حضرتك، هي ما اصبحتش تحديات بالنسبه لنا، هي ده بقى الروتين العادي. وانت تحدي بس عشان تظبيط الوقت بس، العمليه كلها الحمد لله انت بتشتغل بحب. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ انا شهادتي فيه مجروحه، من انجح مديرين الكوره دلوقتي، وبيحفر اسمه وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. يمكن امير توفيق كادر من الكوادر المحترمه جدا، وشاب محترم جدا، وبيشتغل في صمت وبيشتغل في هدوء وبيشتغل ومثقف وكل حاجه، كل حاجه ما شاء الله عليه. يعني فهي دي العناصر اللي الكابتن الخطيب ركز اللي هي تبقى موجوده داخل النادي الاهلي وبتشتغل كلها. ما فيش حد بيقول انا، او ما فيش حد بيقول انا خلصت او انا عملت او انا سويت، لا كلنا مجموعه. ده المفتاح السحري الحقيقي، بس انا كل مجموعه بتشتغل. حتى هو رئيس النادي نفسه عمره ما بيتكلم او بيقول انا قلت، يعني الناس النهارده طب يا كابتن قول كلمه، يعني هو عمره ما بيتكلم. مجموعه، مجلس اداره اخذ قرار، او كلف الاداره التنفيذيه عملت حاجه، مش شخص واحد. فالحمد لله رب العالمين ده نجاح النادي الاهلي. فكل الامور التحديات اللي الناس بتشوفها، وده برضه شرح لكلمه عمل مؤسسه، هي دي ودي التحديات، وكلها في اطار لوائح وقوانين. يمكن النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين يعني نجاحه كله اللي انت ملتزم بلوائحك وملتزم بقوانينك وبتحترم عقودك وبتحترم كلمتك. ده اللي احنا اتعلمناه وتعودناه منكم، اللي انت طالما قلت كلمه لازم انت بتلتزم بيها وبتحترمها. فده النادي الاهلي يعني الحمد لله رب العالمين. يعني هنيجي لحضرتك في تطوير البيت.